سمعني اش كنقلب، كنقلب على الفقاع. يعني هو لقيت غير واحد النوع، وانا بحكم ما يعني ما عنديش خبرة في هذا الميدان، كنلقى هذا النوع هذا كثير. هذا وفين ما عرفتو واش، ها ما عرفتو واش سام ولا صالح للأكل، ولكن بما ان عندي الشكوك اللهم نخليه ما غاديش نهزو، ولكن يصدق ليا سام يأثر ليا على الصحة ديال الوليدات. المهم حتى نلقى داك النوع اللي كنعرف انا، حيت كنعرف انا واحد النوع وحيد هو هاد النوع. دابا اللي لقينا دابا حاليا موجود بزاف، في انتظار نلقاو النوع اللي كنعرف انا اللي هو صالح للاكل. كنتواجدو دابا في الغابة ديال النقاطة، الهامش ديال مدينة تطوان. كما قلت لكم هذاك النوع موجود كثير، وها هو هاد النوع، هاد واحد النوع اخر. ها هما كما كتلاحظوا، ها هو فين، شوف كيفاش داير هاد النوع. هاد النوع ديالنا هذا هو النوع اللي كنقلب انا، ها هو فين. واخا هي هادي شي شويه يعني كبيره في العمر، ولكن والله هادي ولا بلاش. اما النوع اللي علاش نهضر لكم اللي هو كثير بزاف، ها هو كما كتلاحظوا، ها هي وحده، ها وحده، ها الاخرى، ها هي الاخرى، نفس الشيء، ها هي حداها وحده اخرى، ها هي فين، راها وحده كبيره، واحد الحجم اللي هو كبير بزاف تبارك الله. شوف قداش، وهي صالحه للاكل تماما، شوف اكثر من اليد ديالي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف قداش، انا شخصيا حياتي كامله اول مره كنشوف وحده بهذا الحجم. هذا كيعني بانه كيكون هنا بكثره، واخا حنا جينا في واحد الوقت اللي هو شي شويه متاخر، نظرا لان هو كيكون في الصباح كيكون مزيان، وهو عنده واحد الوقت وجيز فاش كيخسر. انا جيت دابا فايت العصر، نورمالمون خصني نجي في الصباح، ولكن هذا كيحفزني وكيشجعني انني نجي، والله اعلم نجي غدا في الصباح ان شاء الله بكري، ولا في الوقيته اللي غادي، انه عنده بعض الاوقات اللي هي محدده فاش كيكون كثير، وغادي تخليوني واحد الشويه باش نقلب مزيان مزيان. شوف تبارك الله قداش، الله اكبر، ضيعناها سترناها، ولكن مازال شاده لا فورم ديالها. شوف تبارك الله، يعني اكثر من اليد ديالي، ها شوف ما شاء الله، فقاعه وحده، والله يجعل البركه.